بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من سلسلة دروس كتاب الفوائد المطرعة الحياض للعلامة الشيخ شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي، شرح كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب في التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فمن الواجب على كل مسلم أن يعين أخاه وأن يطلب العون كذلك من إخوانه على أن يكون بارا وأن يكون متقيا. فتعين إخوانك على التقوى، وتستعين بإخوانك كذلك على التقوى، وتعين إخوانك على البر على البر، وتستعين بإخوانك كذلك على البر. لذلك المرء بإخوانه، الإنسان المسلم دائما بأخيه. فإذا فقد من يعينك على البر والتقوى التزم بيتك، نسأل الله السلامة. وتعاونوا على البر والتقوى. الآن نجد بعض الناس إذا وجد شخص مثلا، وجد صديقا له، أو طائفة من الناس وجدوا شخصا ناجحا في مجال ما، يبدأون بوضع العجل العصي في العجلات بالنسبة له، كي لا يستمر في نجاحه وكي لا يستمر في عطائه. وهذا إن دل على شيء، دل على عدم الإيمان أو عدم كمال الإيمان وضعف الإيمان، لا سيما إن كان هذا الذي يعمل في الدعوة والإرشاد. يبدأون بالاعتراض عليه والتحدث عليه والتنفير منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الآفة موجودة في كل زمان وفي كل مكان. قال الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سبق في الباب قبله. قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. ما المراد بالعصر؟ قال: الزمان. فسر الآن العصر بالزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، يعني مطلق الزمان. وكأن الله سيأتي خلاف في هذا، يعني وكأن الله عز وجل يحلف لك أيها الإنسان بمطلق الوقت ليبين لك أهميته، ليبين لك، يحلف، يقسم الله بالزمان. والباري عز وجل لا يقسم إلا بعظيم عنده، إلا بعظيم عنده. فلما أقسم الباري عز وجل بالعصر بالزمان بالوقت، لماذا؟ ليلفت انتباهك إلى قيمة هذا المقسم به الذي أنت غافل عنه. وكثير من الناس يقول لي: إخوان تعال يا أخي، نضيع بعض الأوقات، ضايق، أشعر بضيق، فيمضي الساعات. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ويمضي الساعات، يمضي الساعات معك بكلام فارغ لا فائدة منه. نعم، ففي غفلة الناس عن قيمة الوقت، عن قيمة العمر، عن قيمة الزمان. فأقسم الله عز وجل بالزمان ليلفت انتباه الناس أو المؤمنين إلى قيمته. وعن زيد بن أسلم: هو الوقت الذي يلي المغرب من وقت النهار،
هو الوقت الذي يلي المغرب من وقت النهار. أنا ما فهمتها هذه، الله أعلم بمراده. وقيل هو صلاة العصر، يقسم الله عز وجل بصلاة العصر. والمشهور الأول، المشهور أن كلمة والعصر هي مطلق الزمان، مطلق الوقت، يقسم الله عز وجل بمطلق الزمان ليلفت انتباهنا إلى أهمية الوقت في حياة المسلم. فأقسم تعالى بذلك إن الإنسان في خسارة وهلاك. أي إنسان؟ الإنسان الذي لم يلتفت إلى قيمة المقسم به فهدره وضيعه، يعني حتى لو هدره وصرفه في مباح هو في خسارة وهلاك عظيم، حيث فوت على نفسه الخير والطاعات. فأقسم تعالى بذلك إن الإنسان في خسارة وهلاك. ثم استثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار. تواصوا، أوصى كل منهم صاحبه بالصبر على المصائب، إذا ما نزلت مصيبة أوصاه بالصبر على المصائب والأقدار. وأذى من يؤذي، نعم، يعني والصبر كذلك، والصبر على أذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. غالبا أنت عندما تأمر زيدا بمعروف أو تنهاه عن منكر، يعني في كثير من الأحيان تكون ردة فعل المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر تكون ردة فعله إساءة لك. فالمطلوب منك أن تصبر، وأنا يعني أوصيك بالصبر على هذا وأنت توصيني كذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني لكفتهم في بيان، لكفتهم في الموعظة، حيث يفهم منها أن الهلاك، كل الهلاك مرتبط بمن هدر وقته، وأن الربح والفوز والنجاة مرتبط بكل من آمن وعمل الصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. هذا يعني كأن يعني الباري عز وجل رسم لنا طريقي الهلاك والنجاة. طريق الهلاك ضياع الأعمار والأزمان، طريق النجاة والفوز الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. رسم الطريق، لذلك قال الشيخ الإمام الشافعي: لوسعتهم لكفتهم هذه السورة فقط. قال: في العصر أقوال، أحدها أنه الدهر، إذ هو مشتمل على الأعاجيب، ولأن العمر لا قيمة له، فلو ضيعت ألف سنة ثم تبت في اللمحة الأخيرة بقيت في الجنة أبد الآباد. وفيه تنبيه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف، ولأن الزمان أعلى، فيه كذلك تنبيه على أن الزمان أعلى وأشرف من المكان، فيكون القسم بالعصر قسما بأشرف النصفين من ملكه، من ملك الله عز وجل، أن ملكه مكان وزمان وملكوته. ولأنه ذكر العصر الذي بمضيه ينقص العمر، فإذا لم يكن في مقابلته كسب صار ذلك النقصان عين الخسران. ثانيها أنه قسم بأحد طرفي النهار، فإنه تعالى أقسم بالعشي كما أقسم بالضحى، فإن كل بكرة كأن القيامة قامت،
يعني في كل بكرة يبدأ، في كل صباح ينشق ضياؤه وينفجر فجره، كأن القيامة قامت. وذلك لأن الناس يخرجون من بيوتهم للعمل كما يخرج الناس من قبورهم يوم البعث، كأن القيامة قامت، يخرجون من القبور وتصير الأموات أحياء. طبعا كنا نياما فنحن موتى، الآن بعثنا. ويقام الموازين، وكل عشية، يعني فإن كل عشية معطوفة على كل بكرة، تشبه تخريب الدنيا بالصعق والموت. هذا الأصل، الأصل أن الناس بالليل تدخل إلى بيوتها وتنام، فالغافل عنها في خسر. قال الحسن: إنما أقسم بهذا الوقت تنبيها على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتهاء التجارة والكسب فيها، فإذا لم تكتسب ودخلت الدار طاف العيال عليك يسألك كل واحد بما هو حقه، فحينئذ تخجل وتخسر. وكذا نقول: والعصر، أي وعصر الدنيا، قد دنت القيامة وأنت بعد لم تستعد، فإذا أنت خاسر. لذلك قال: والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقيل: لأن هذا الوقت معظم، وكما أقسم في حق الرابح بالضحى وأن أمره إلى الإقبال، كذا أقسم في حق الخاسر أن أمره أمر الرابح، كذا أقسم في حق الخاسر بالعصر وأن أمره إلى إدبار، إلى الإدبار. وكأنه يقول: بعض النهار باق، فيحثه على التدارك في البقية بالتوبة. وعن بعض السلف: تعلمت معنى السورة من بائع الثلج، كان يصيح ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. الثلج هو الذي يذوب، ارحموا من يذوب رأس ماله. فقلت: هذا معنى إن الإنسان لفي خسر. رأس مالك أيها الإنسان، وأعظم أعظم ما أعطاك الله بعد الإيمان هو نعمة الوقت، نعمة العمر، هذا رأس مالك، هذا رأس مالك. فإما أن تكون تاجرا رابحا وإما أن تكون تاجرا خاسرا. ارحموا من يذوب رأس ماله. ثالثها أنه أقسم بصلاة العصر لكونها الصلاة الوسطى ولكونها ختم طاعات النهار، فهي كالتوبة والأمور بخواتيمها، فأقسم بهذه الصلاة تفخيما لشأنها وزيادة بوصية المكلف على أدائها، وإشارة منه أنك إذا أديتها على وجهها عاد خسرانك ربحا. رابعها أنه أقسم بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القول الرابع في تفسير كلمة والعصر، يعني كأن الله عز وجل يقسم بالعصر، بالزمان الذي حل فيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أي العصر الذي أنت فيه، فهو تعالى أقسم بزمانه في هذه الآية، وبمكانه، بزمانه بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، وبمكانه بمكان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وأنت حل بهذا البلد، وبعمره في قوله: لعمرك، فكأنه قال: وعصرك وبلدك وعمرك. وذلك كله كالظرف له، العصر والبلد والعمر كله كالظرف للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجب تعظيم الظرف، من أين جاء تعظيم الظرف أحبابنا؟ من قسم الله به. فإذا وجب تعظيم العصر لأن الله أقسم به، والبلد لأن الله أقسم به، والعمر لأن الله أقسم به، فإذا وجب تعظيم الظرف فقس حال المظروف، فكيف حال المظروف؟ فيجب أيضا أن يعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: والألف واللام في الإنسان للجنس،
والخسر والخسران كالكفر والكفران، ومعناه النقصان وذهاب رأس المال. والتنكير يفيد التهويل، إن الإنسان لفي خسر أنكر نكر الخسر، فهذا التنكير يفيد التهويل أي في خسر عظيم لا يعلم كنهه إلا الله. وأنه أن الإنسان جنس الإنسان كالمغمور كالمغموس كالغريق في الخسران، أحاط به من كل جانب، أكده بإن واللام، إن الإنسان لا لفي مؤكدين، والجملة الثلاث مؤكدات، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فإن قيل قوله في خسر يفيد التوحيد، يعني خسر واحد وليس خسر أنواع من الخسارة، مع أن الإنسان في أنواع من الخسارة، فالجواب أن الخسر الحقيقية هو حرمانه عن خدمة ربه. وأما الحرمان عن الجنة والوقوع في النار فبالنسبة إلى الأول كالمعدوم، يعني إنسان حرم خدمة الله عز وجل، وبعد ذلك حرم من الدخول في الجنة ووقع في النار. حرمان دخوله الجنة ووقوعه في النار لا قيمة له، لا اعتبار له، لا شيء أمام الحرمان من خدمة الله عز وجل. انظر لهذا الكلام وجلالته وعظمته. الأصل النعمة الحقيقية العظمى أن يسخرك الله لخدمته، لخدمة دينه. فإذا سخرك الله لخدمة دينه، لذلك كلنا يدعو اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. قال فبالنسبة إلى الأول كالمعدوم، وهذا كما أن الإنسان في وجوده فوائد، وقد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الإنسان في حياته يحصل فوائد عظيمة كثيرة جدا، ولكن هذه الفوائد كل ما يحصله من فوائد لا قيمة له أمام فائدة العبادة. قال أي هذا هو أجل المقاصد التي خلق الإنسان من أجلها. قال واعلم أن الإنسان لا ينفك عن خسران، يعني مهما علت رتبته أنت لا تنفك عن خسران، لأن الخسر مع تضييع رأس المال، ورأس مال العبد عمره، فإذا ضيعت ثانية من عمرك فأنت خاسر. ولكن فرق كبير بين من يخسر ثانية وبين من يخسر ساعة وبين من يخسر يوما وبين من يخسر دهرا. ورأس مال العبد عمره، وهو قل ما يفك فيه من خسران، لأن كل ساعة تمر بالإنسان إذا صرفها والعياذ بالله في المعصية فلا شك في الخسران، وإن كانت في المباحات فكذلك هو خاسر، لأنه كان متمكنا من أن يعمل عملا صالحا يبقى أثره دائما، وإن كانت في الطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها أو بغيره على وجه أحسن من ذلك. يعني أنت قد تأتي الآن في هذه الساعة أو تشتغل عمرك كله بطاعات، ولكن اعلم أنه ما من طاعة إلا وهناك أنت قادر على أن تأتي بأفضل منها. فعندما تأتي بالمفضول وتترك الفاضل هذا خسران. لذلك قال الشيخ قال الإنسان لا ينفك عن الخسران، لأن مراتب الخضوع والخشوع غير متناهية، فإن مراتب جلال الله وقهره غير متناهية، وترك الأعلى للاقتصار على الأدنى نوع خسران. قال واعلم أن سبب الخسران للإنسان أن سعادته في حب الآخرة، أن سعادته إنما تكمن في حبه للآخرة، أن سعادته في حب الآخرة والإعراض عن الدنيا. ثم إن الأسباب الداعية إلى الآخرة خفية،
يعني غير ظاهرة، الأسباب التي تدعوك إلى التعلق بالآخرة غير ظاهرة، والأسباب الداعية إلى الدنيا ظاهرة وهي الحواس الخمس والشهوة والغضب. فلهذا السبب استغرق الخلق في حب الدنيا لأن أسبابها ظاهرة، ووقعوا في الخسار والبوار. فإن قيل قوله تعالى خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يدل على أن الابتداء من الكمال والانتهاء إلى النقصان. وها هنا يعني في سورة العصر بالعكس، حيث قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فابتدأ بالخسران وانتهى بالكمال. وفي سورة التين ابتدأ بالكمال وانتهى بالنقصان. قلنا المذكور هناك في سورة التين أحوال البدن، وهنا في سورة العصر أحوال النفس. وقوله تعالى إلا الذين آمنوا تسلية للمؤمن من فوات عمره وشبابه، لأن العمل قد أوصله إلى ما هو خير منهما، إلى ما هو خير من العمر. العمل أوصلك إلى ما هو خير لك من العمر والعمل. الأصل أحبابنا أن الإنسان يعني كلما يعني كبر في السن عرف قيمة وقته، عرف قيمة وقته فاغتنمه، فاغتنمه نعم. فلا ينبغي الإنسان الواحد منا إذا تجاوز 40، تجاوز 50، تجاوز 60 مثلا إلى آخره، أن يقول مثلا أنا الآن يا أخي كبرت وينبغي أن أستريح وينبغي لا 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 أبدا. إياك حذاري، أنت الآن في وقت تدارك ما فرطت. أنت الآن في بمجرد أنت ما علمت بأن زمانك قد انقضى شبابا وقد أمضيت مضيت عمرا، الآن ينبغي عليك أن تتدارك ما فرطت وما قصرت، وأن تشمر وأن لا تترك لحظة من وقتك دون أن تغتنمها. وقت الراحة قد انتهى، قد ولى. قال أن العمل قد أوصله إلى ما هو خير منهما. فإن قيل في جانب الخسر ذكر الحكم ولم يذكر السبب، وفي جانب الربح ذكر السبب ولم يذكر الحكم، فما الفرق؟ قلنا لم يذكر سبب الخسر لأن الخسر كما يحصل بالفعل وهو الإقدام على المعصية يحصل بالترك أيضا وهو عدم الإقدام على الطاعة. الإنسان ترك الطاعة فهو خاسر، فعل المعصية فهو خاسر. وأما الربح فلا يحصل إلا بالفعل، إلا بأن يفعل. وأيضا إنه تعالى أبهم في جانب الخسر ولم يفصل، وفي جانب الربح فصل، وهذا هو اللائق بالكرم. قوله تعالى وتواصوا بالحق، أي هم مع خروجهم من الخسر بالإيمان، خرجوا من الخسارة بسبب الإيمان والعمل الصالح، لم يقتصروا على ما يخصهم. انتبهوا أحبابنا، والله يا أخواننا ليس كل ناصح ناصحا. قد ينصق، حصل مرة معي مسألة، الكلام من 30 سنة أو أكثر، أمر ما، فذهبت إلى أحد العلماء أشكو له ما حصل لي من الشيخ الفلاني. فبعد أن طلع على الأمر قال لي أنا أقول لك يا شيخ، يعني وكان عمري أظن يومها 22-23 سنة، قال لي الكلام لا تظنن كل ناصح ناصحا، قد ينصحك الحسود، الحسود قد ينصحك نصيحة ليوقفك، قد ينصحك الغيور ليقطعك، هو يريد تحصيل ما حصلت، فينصحك كي يقطعك
عما أنت مقبل عليه. فلذلك أحبابنا، إذا كنت أنت مقبلا على أمر بجد ونشاط واجتهاد، فجاء من ينصحك بالانصراف عن ذلك، أمر من أمور الدنيا، من أمور الآخرة طبعا هذا المقصود يعني، فجاء من ينصحك بالانصراف عن هذا أو غير ذلك، انتبه وتريث قبل أن تقبل نصيحته، انتبه وتريث قبل أن تقبل نصيحته. وإن كان شيخا جليلا، قد يكون أستاذك، قد يكون شيخك، قد يكون أكبر منك سنا وأعلى منك قدرا، انتبه وتريث إلها. فالمطلوب أحبابنا، المطلوب نعم أن تشتغل أنت بما ينفعك، ثم بعد ذلك تشتغل بما ينفع الآخرين. قال: هم مع خروجهم من الخسر بالإيمان والعمل الصالح لم يقتصروا على ما يخصهم، بل يوصون غيرهم بمثل طريقهم. فالتواصي بالحق يدخل فيه سائر الدين من علم وعمل، والتواصي بالصبر يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف. قوله: نقل عن الشافعي رحمه الله كلاما معناه الناس في غفلة عن تدبر هذه السورة. قال الشافعي رحمه الله: ولو تفكروا فيها لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربعة، وبتمامها، بتمام المراتب واستكمالها، يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق، الثانية عمله به. أول شيء أن تعرف الحق، وهذا كدائما أحبابنا كنا نذكره أن الإنسان يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ثانيا ليعمل به، ثالثا ليبلغه، عمله به، الثالثة تعليمه لمن لا يعلمه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. هذه أربع مراتب. فذكر تعالى هذه المراتب الأربع في هذه السورة الكريمة، فأقسم سبحانه بالعصر أن جنس الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، وهم الذين عرفوا الحق فصدقوا به، فهذه المرتبة الأولى، وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، وهذه هي المرتبة الثانية. ثم قال: وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، أمرا ونهيا، وهذه هي الثالثة. والله يا أحبابنا، هنيئا لمن كان له أصدقاء أو إخوة ينصحونه، يأخذون بيده إذا أقبل على الله عز وجل، ويذكرونه إذا نسي وإذا قصر. والله هذا هو السعيد، هذا الموفق، هذا المحفوف بحفظ الله عز وجل وتوفيقه. فإذا كان لك إخوة وأصدقاء هذا شأنهم، عض عليهم بالنواجذ، لا تتركهم أبدا، اصبر على بعض جفواتهم، بعض زلاتهم، بعض أخطائهم، فإن الخير، كل الخير في صحبتهم، لأنهم يأخذون بيدك إذا ما أقبلت على الله عز وجل، ويذكرونك إذا ما نسيت وإذا غفلت. قال: فهذه مرتبة الرابعة، وهذا هو نهاية الكمال. فإن حقيقة الكمال، تأملوا أحبابنا هذا الكمال، هذا الكلام الجميل، فإن حقيقة الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، يعني كالماء الطهور، كالماء المطلق، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، هذه هي حقيقة الكمال. أنا أفعل السنن، آمر غيري بفعل السنن، أنا واظب مثلا على قراءة مقدار من القرآن، آمر غيري بذلك، أنا أقرأ الفقه، آمر غيري بقراءة الفقه، أدرس العلم الشرعي، آمر غيري لا أثبط إنسانا، على العكس، أنا أحب للآخرين ما أحبه لنفسي.
نعم، بل من علامات الصدق أحبابنا أن تبحث. أنت الآن كنت تريد أن تكون كذا وكذا وكذا، ولكن الأقدار لم تسعفك، فأنت الآن من صدقك، من علامة صدقك أن تحقق تلك الأمنيات أو ذاك الذي كنت ترجوه في نفسك أن تحققه في غيرك، أن ترشد الناس افعل هذا افعل هذا افعل هذا، فهذا يجعلك في قادم الأيام متميزا، يجعلك أمة، يجعلك إماما. أنا كنت أريد أن أكون كذلك ولكن قصرت، هذا من علامة صدق العبد. لذلك أحبابنا قالوا من علامة صدق الشيخ إلى أن يسعد وأن يفرح وأن يسعى وأن يسر إذا ما رأى تلميذه قد فاقه، بل يعينه على ذلك، يعينه على أن يتقدم عليه وأن يفوقه. لا إذا رأيت مثلا تلميذي ما شاء الله مجتهدا صار قاب قوسين أو أدنى أن يصبح بالفقه أعلى مني رتبة، أقول له يا بني كفاك الآن الاشتغال بالفقه، اشتغل بغير. لا أبدا، ما دام مقبلا على الفقه ادفعه إلى الأمام، فإذا فرغ ما عندك مما تقدمه إليه وجهه إلى آخر. هذا هو الصدق، هذا هو الصدق. أما أن تقول للآخر يا أخي الآن أنت يعني لا تقرأ وافعل اشتغل بالذكر والآن أنت تقدمت بي، لا 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 إياك، لا لا أبدا. إذن فإن حقيقة الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله إنما يكون كمالك أيها الطالب أيها المسلم أيها المؤمن أيها الداعي بكمال قوتيه العلمية والعملية، علم وعمل. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته للصبر على العلم والعمل. فهذه السورة الكريمة مع اختصارها من أجمع سور القرآن وأكثرها حظا على الخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه. الحمد لله، اللهم اجعلنا من أهل القرآن بفضلك وكرمك مولانا رب العالمين. وقد ذكر ابن عبد السلام في قواعده أن الصحابة كانوا إذا اجتمعوا لم يتفرقوا حتى يقرأوا هذه السورة، والله أعلم، يعني حتى يقرأوا سورة العصر. والله هذا ربينا عليه نحن في الشام لما كنا في المسجد، عندما ينتهي الدرس أو أي لقاء كنا نجتمع فيه في البيوت أو في المسجد أو حتى في نزهة، حتى في كرة القدم لما كانوا يأخذوننا إلى الملاعب كي نلعب كرة القدم، لما ننتهي من اللعب نجتمع هكذا، انتهينا الآن من اللعب وضعنا الكرة جانبا، نجتمع نفعل حلقة لمدة دقيقتين أو دقيقة، إيه نعم، يعني نتكلم ببعض الأحاديث الجانبية، ثم الشيخ يقول والبسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، ونقرأ وينفض المجلس، إيه نعم. وهذا شيء حسن، يعني أن يختم المجلس بقراءة القرآن. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. قوله فقد غزا أي حصل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاد سواء قليله أو كثيره، وبكل خالف خلف أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو ذب عنهم أو مساعدتهم في أمر لهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته، لا سيما إذا كان هذا الغازي قد استشهد، فأنت الآن تتولى أمور عائلته بالإنفاق عليه، والله يكون لك في ذلك أجر كثير، يكون لك في ذلك أجر كثير. ذاك قدم روحه في سبيل الله، فأنت قدم مالك، قدم المال
أنفق على زوجة الشهيد وعلى أولاده، لأنه لولا أنه بذل روحه لما بقيت أنت على قيد الحياة، لما بقيت لك كرامتك. وفي هذا الحديث الحث على الإحسان على من فعل مصلحة للمسلمين، أن تحسن لمن فعل مصلحة للمسلمين. هذا المجاهد ذهب ليجاهد ليقاتل في سبيل الله، فأنا الآن أحسن له بأن أنفق على زوجته وأولاده وأتدبر أمورهم وأقضي حوائجهم. أحسن لمن فعل مصلحة للمسلمين. يعني أنا عندما أرى إنسان بنى مسجدا من ماله، أو يجمع مال لبناء مسجد، أو يجمع مال لتأسيس مشروع خيري، لا ينبغي علي أن أتهمه باللصوصية وغير ذلك. وإن كان أكثر من يفعل هذه الأمور الآن، أسأل الله السلامة، ينبغي علي أن الآن أن أساعده، أن أدعمه، أن أدعو له. فإذا رأيته يفعل الخير ينبغي علي أن أكرمه. أكرمه ليه؟ لأنه يفعل الخير. أو قام بأمر من مهماتهم، يقال خلفه في أهله إذا قام مقامه في إصلاح حالهم ومحافظة أمرهم، أي من تولى أمر الغازي وناب منابه في مراعاة أهله في غيبته شاركه في الثواب، لأن فراغ الغازي له واشتغاله به بسبب قيامه بأمر عياله. يعني هذا الغازي لولا أنك أنت اشتغلت بزوجته وأولاده وأنفقت عليهم واشتغلت بأمورهم لما ذهب هو إلى الجهاد، فلذلك تشركه أنت، تشاركه في الأجر، فكأنه مسبب من فعله. قال: بني لحيان بكسر اللام وفتحها، والكسر أشهر، كانوا في ذلك الوقت كفارا، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعثا يغزوهم، وقال لذلك البعث: ليخرج من كل قبيلة نصف عددها. وأما كون الأجر بينهما فمحمول على ما إذا خلف المقيم الغازية في أهله بخير كما سبق. قال الأزهري: البعث بعث الجند إلى العدو، حكاه عن الليث، انتهى. وقد تقدم ما ذكره القرطبي في هذا الحديث في الباب قبله، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. الله. قوله ركبا هو جمع راكب، كصاحب وصحب، وهم العشرة فما فوقها من أصحاب الإبل. إذن الركب هو خاص في أصحاب الإبل العشرة فما فوقها في السفر دون الدواب. الروحاء مكان معروف على 36 ميلا من المدينة. قولهم: من أنت؟ قال القاضي: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل كونه نهارا لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لعدم هجرتهم، فأسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك. قولها: ألهذا حج؟ حج فاعل الظرف لاعتماده على الهمزة، يعني مع تقدير الكلام: أيحصل لهذا الطفل ثواب الحج؟ وما قالت لم تقل أعلى هذا، لأنه لا يجب على الأطفال. قوله صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا. وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه. الغريب من الشيخ الكمال أنه ذكر هذا، يعني كمال باشا، أنه ذكر هذا الكلام: يصح حج الصبي. من قال لا يصح حجه؟ أبو حنيفة ما قال هذا الكلام.
ولكن سيدي أبو حنيفة رحمه الله قال حج الصبي غير مضمون، حج الصبي ينعقد صحيحا ولكن غير مضمون، غير مضمون بمعنى أنه لو أفسده لا يقضي، لو فعل أشياء لا تجب عليه كفارة، لأن الكفارة للزجر والصبي ليس أهلا للزجر. فإذا حج حجا صحيحا من أوله لآخره انعقد هذا الحج وصح وتثاب أمه أو أبوه الذي يعني. فالعجيب أن الشيخ ابن كمال باشا يعني أنه كيف يعني نقل هذا الكلام، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله أظن، لا تمام، كلام الإمام النووي، هذا كلام الإمام النووي يعني إن ذكره الإمام النووي يعني لعله يعني نقل من كتاب غير معتمد إلى آخره. وقال أبو حنيفة لا يصح حجه، وقال أصحابه وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ. طبعا لا يصح عن حجة الإسلام، وهذا القول ليس خاصا بأبي حنيفة، بل أظن المالكية قالوا كذلك، فيفعله إذا بلغ. أما الشافعية عندهم يصح عن حجة الإسلام إذا حج الصبي، قالوا هذا الحديث يرد عليهم، وأجمع العلماء أنه لا يجزئه إذا بلغ عن حجة الإسلام، وأجمع العلماء أنه لا يجزئه إذا بلغ عن حجة الإسلام إلا فرقة شذت ولا يلتفت إلى قولها. لا أظن عند الشافعية صح كذلك، كيف هذا؟ انظر شرح صحيح مسلم للنووي، كنا سيأتي معنا كلام. وأجمع العلماء أنه لا يجزئه إذا بلغ عن حجة الإسلام. قال بدليل أن الصبي لا يجب عليه حكم شرعي شرعا اتفاقا، وإنما الخلاف هل يخاطب بخطاب الندب من جهة الله تعالى، أو إنما المخاطب أولياؤهم بحملهم على آداب الشريعة وتمرينهم عليها وأخذهم بما يمكنهم من أحكامها في أنفسهم وأموالهم، وهذا هو المرضي في الأصول، يعني كون المخاطب الأهل وليس الصبي، ثم لا الخطاب ندب وليس خطاب إيجاب، ثم لا بعد في أن الله تعالى يثيبهم على ما يصدر عنهم من أفعال البر والخير، يعني لا يبعد أن الله عز وجل يثيب الصغير على فعل الخير الذي فعله، فإن الثواب فضل الله يؤتيه من يشاء، وبهذا قال عمر بن الخطاب وكثير من العلماء، يعني أنهم يثابون الصغار قبل البلوغ على طاعتهم ولا يعاقبون على سيئاتهم. قال القاضي جواز الحج بالصبيان مجمع عليه، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجهم وتجري عليه أحكام الحج من الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ، أبو حنيفة يمنع ذلك والجمهور يثبتونه. هذا الكلام صحيح ما في عليه غبار. أما الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي أو القيم من جهة القاضي أو القاضي. أما الأم فلا يصح إحرامها عنه، هذا عند إمام الشافعي رحمه الله، إلا أن تكون وصية أو قيمة. يعني كان اللائق صراحة الشيخ في مثل هذا المقام ألا ينقل عن الإمام عنه، يعني لماذا لم ينقل مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وسيذكر على قليل الآن، بس لا ينبغي في مثل هذه الأمور ينبغي أن يذكر، يعني لما قلنا الكتاب لابن كمال باشا يعني هذا كتاب فقه حنفي يقرر مذهب أبي حنيفة، إلا أن يكون، وأنا بدأت أرجح هذا القول صراحة، أن هذا الكتاب ليس تصنيف ابن كمال باشا وإنما هو معزو له منسوب له، لأنه يعني مر مع أحبابنا كثير من المسائل صراحة، كثير من المسائل يقرر فيها ينقل عن الإمام النووي وعن القرطبي ولا ينقل عن الحنفية، لا يقرر مذهب الحنفية في المسألة،
فكأن الكتاب ليس كتابه. والله تعالى يعني حصل عندنا كما في هذه الآن المسائل هنا. قال: إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي، وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية للمال. هذا كله إذا كان صبيا لا يميز، فإن كان مميزا أذن له الولي فأحرم. فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح. وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن ينوي بقلبه جعلته محرما. واختلف في الصبي إذا أحرم ثم بلغ، فقال مالك: لا يرفض إحرامه ويتم حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. وقال: إن استأنف الإحرام قبل الوقوف أجزأ عنه. وقال أبو حنيفة: يلزمه تجديد النية للإحرام، إذ لا يترك فرض لنافلة، يعني لا يترك فرض لنافلة، يعني لا يقوم فرض مقام نافلة، لا يبنى فرض على نافلة. قال الشافعي: يجزئه ولا يحتاج إلى تجديد نية. والخلاف في العبد، يعني هنا المسألة أحبابنا مفروضة أنه أحرم ولم يحج بعد، أحرم ثم بلغ، هذا الإحرام وهو غير بالغ، هل يجزئ عن إحرام الحج للبالغ؟ إمام الشافعي قال: نعم. والخلاف في العبد يحرم ثم يعتق كالخلاف في الصبي، ولك الأجر معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم. قال، نكمل الباب أحبابنا. عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين، خازن المسلم الأمين الذي تجبى إليه التبرعات، أو أنت كثير الآن من أئمة المساجد يأتي الناس إليهم يعطونهم المال، خذ هذه 10,000 5,000 100,000 أنفقها على الفقراء وطلاب العلم، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا منها ولا درهم واحد، أنت الآن أمين، أنت توزع، وإن كنت بحاجة لا تأخذ، وإن كنت بحاجة لا تأخذ. حدثني أحدهم أحبابنا وهو صادق وأنا أعرفه يقينا، قال لي مرة في يوم من الأيام، في يوم من الأيام اجتمع في بيتي تقريبا 350,000 ليرة، هذا كلام قديم، وأنا بحاجة، طبعا الناس أحضروا له مال زكاة وليوزعها للفقراء. قال لي: وأنا بحاجة إلى 50,000، بحاجة ماسة، اجتمع المال في بيتي بعد صلاة العشاء ونفسي صارت تراودني أخذ 50 لأقضي بها حاجة، ما أحد يعلم، لا أحد يعلم بهذا المال غير الله. قال: بعد أن مضى ساعتين أو ثلاثة وضاقت نفسه، يعني شعر باختناق، اتصل بصديقه عنده عربية سيارة، قال له: أريدك لمدة ساعة أذهب أنا وأنت لتوزيع أموال الزكاة. قال: فخرجت من البيت ووزعت المال كله، قال لي بالضبط في تمام الساعة الواحدة ليلا، وأنفقت المال كله، ثم رجعت إلى البيت ونمت قرير العين، خلاص فلوس ما في. في اليوم الثاني، في اليوم الثاني طرق عليه الباب، جاء رجل: السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ فلان؟ نعم. قال: هذا هدية مني لك. ما هذا؟ شيك. فيه، فتحه فإذا به شيك باسم فلان ب50,000 ليرة، لا يعرفه، انتبهوا أحبابنا، ولكن يصلي عنده في المسجد، يقسم بالله هذا الرجل. قال له: لا أريد. هو بحاجة ولكن لا يريد يعني أن يجعل لأحد منة عليه. لا أريد يا أخي، شكرا، أنا لا تحل لي الصدقة. قال له: ليس صدقة. قال: ولا الزكاة،
قال وليس زكاة، هذه هدية والنبي قبل هدية. قال يا أخي أنا لا أخذ فلوسا من أحد، لا أريد شكرا هذا الشك. يضاف إلى هذا أنا لا أعرف كيف أتعامل بالشكات. فقال طيب خذ هذا الشك وغدا إن شاء الله آتي لأخذه منك، فكر بالموضوع. قال أخذت هذا الشيك منه وأغلقت الباب ودخلت مباشرة إلى غرفتي. فقدرا سبحان الله، هو كان يحضر دروس هذا الشيخ، كان يحضر دروس كتاب الجامع الصغير على عند الشيخ القراء الشام الشيخ حسين خطاب رحمه الله. يقسم بالله من لا شعور توجه من الباب إلى غرفة المكتب، قال فأخذت كتاب الجامع الصغير فتحته فإذا بي أقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءه شيء من غير استشراف نفس فرده فكأنما رده على الله. قال لا إله إلا الله. قال تذكرت كيف شرحه الشيخ، قال تذكرت شرح الشيخ تماما لهذا الحديث، فعزم على أن يأخذ هذا الشق. قال إن شاء الله سأخذه، يعني أنا لا أرد عطية الله عز وجل. في اليوم الثاني التقى بصاحبه هذا فقال له ماذا حصل، ستأخذ الشيخ؟ قال أنا سأخذه. قال لا أريد أن أعرف لماذا كنت رافضا والآن ستأخذه. فذكر له ماذا حصل. فقال له ذلك الرجل سأقول لك ماذا حصل معي أنا ولماذا أحضرت لك هذا الشيك. قال له والله بالأمس، انتبهوا أحبابنا، ذاك خرج من بيته في أي ساعة؟ الساعة الواحدة ليلا. قال له والله أنا في الساعة الواحدة ليلا وأنا أدخل في الفراش أريد أن أنام، سمعت صوتا يناديني يا أبا محمد غدا تعطي الشيخ فلان 50,000 ليرة، صوت عال في الغرفة. فقال من فزعي خفت فقلت أمرك يا سيدي. فقالت له زوجته ماذا حصل له؟ قال أما سمعتي، أما سمعت ذاك الصوت يقول لي يا فلان أعطي فلان؟ قالت والله ما سمعت. انظر أحبابنا كيف خرج من بيته الساعة الواحدة، كان الأمر الإلهي الساعة الواحدة. فلذلك أحبابنا من يستعفف يعفه الله، هذا أمر واقع ليس خيال، هذا حاصل والله، هذا حصل أحبابنا. لذلك الخازن المسلم الأمين، الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا. المال ليس مالك أنت وكيل، لماذا تكون بخيلا؟ أعطي أنفق فيعطيه. جاءني 100,000 أنفق 100,000 على الفقراء ولا تتعلق نفسي بها ولا تستشرفها ولا ألتفت إليها. الأصل أن عيني لا تنظر إلى ما في أيدي الناس من مال موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به إلى الفقراء. قال هذا الخازن ما هو؟ أحد المتصدقين، أحد المتصدقين، متفق عليه. وفي رواية الذي يعطي ما أمر به، وضبط المتصدقين، أيوة تمام، أحد المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع وكلاهما صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الأمين إلى آخره، هذه الأوصاف شرط لحصول هذا الثواب، فينبغي أن يعتني بها ويحافظ عليها. فإن لم يكن مسلما لم يصح منه نية التقرب، وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة والعياذ بالله. كل الجرائم تهون أمام جريمتين، كل الجرائم تهون تصغر أمام جريمتين الخيانة والكذب.
الخيانة والكذب، الذي يخون مرة يخون دائما، الذي يخون والكذب، هاتان الجريمتان يا لطيف. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ ذرارينا وأهلنا وأحبابنا منهما. فكيف يحصل له أجر الصدقة؟ قال: شرط في الحديث طيب النفس بإعطاء ما أمر به، فإن البخيل كل البخيل من بخل بمال الغير، وأن يعطي من أمر بالدفع إليه لا إلى الغير. يعني أنت مأمور لأن تعطي طلاب العلم، لا تعطي غيرهم. مأمور أنت أن تعطي الفقراء، لا تعطي مثلا جهة أخرى غير الفقراء مثلا. يعني أنت مأمور بجهة معينة اصرف إلى هذا، لا يعني لا ينبغي أن تتحكم أنت. معنى الحديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، والمراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه. فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو لغيرهما 100 درهم ليوصلها إلى مستحق للصدقة على باب داره أو نحوه، فأجر المالك أكثر. يعني هو الآن أنا داخل في الغرفة موجود، أعطيت زوجتي 10 دراهم أعطيها للفقير الذي على الباب، فأجري الآن أنا أكثر من أجر زوجتي، يعني هي ستمشي الآن خطوات. قال: فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رمانة أو رغيفا ونحوهما حيث ليس له كثير قيمة، فأجر ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة، انظر مسافة بعيدة، بحيث لو تقابل مشي الذاهب إليه بأجره لزاد على الرمانة والرغيف، فأجر الوكيل أكثر، أجر الوكيل أكثر. وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا، فيكون مقدار الأجر سواء. واعلم إذن هناك، إذن قد يكون أجر الوكيل أكثر من أجر المنفق، أكثر من أجر المنفق قد يكون، لأن المبذول مقابل توزيع هذا المال أضعاف هذا المال. واعلم أنه لا بد في العامل والخازن والزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك، فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر لهؤلاء، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه. والإذن ضربان، أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف كإعطاء السائل كسرة فما جرت العادة به واضطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل. يعني المرأة مثلا تعلم أن زوجها لا ينزعج لو أنها تصدقت من ماله، بل على العكس يسر بذلك، فهنا الإذن حاصل عرفا فلا تحتاج إلى إذن. قال: فإن شك في رضاه أو كان شحيحا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجوز للمرأة وغيرها الصدقة من ماله إلا بصريح إذنه. أحد المتصدقين لم نرويه إلا بالتثنية، ومعناه أنه بما فعل متصدق، يعني إنفاقه المال الذي وكل بإنفاقه هذا صدقة، والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق آخر فهما متصدقان، ويصح أن يقال على الجمع، ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين. ثم قال: باب في النصيحة. نصيحتي لكم أحبابي وإخواني أن تغتنموا قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح رياض الصالحين، وأن تحفظوا هذه الأحاديث التي نقرأها. يعني اليوم قرأنا عدد من الأحاديث، نحفظها ونراجعها
والله أنا هذا ما كنت أرجوه لنفسي، والله يا أحبابي أنصحكم لله تعالى. الآن قرأنا أحاديث هذه، نجعلها وظيفة لنا، نحفظ هذه الأحاديث ونراجعها، نقرأ ونحفظ ونراجع، نقرأ ونحفظ ونراجع، هكذا دائما. إيه نعم، حتى يصير عندك ورد مراجعة الأحاديث. كل يوم عندي مني مراجعة 500 حديث، بيستغرق معي مثلا نصف ساعة أو 40 دقيقة. اجعل هذا وردا لك، احفظ وراجع، احفظ وراجع، والله يعني تستفد كثيرا جدا، وهذا والله أنا أنصحكم به. فلذلك أحبابنا احفظوا هذه الأحاديث، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.